وهذه بعض الثمرات التي ذكرتها، وإلا في الثمرات كثيرة لوحدة المسلمين وتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى المحور الرابع أو العنصر الرابع، وهو خطر أو ما الذي ينتج عن الفرقة. الفرقة أمرها خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالفرقة أمرها خطير، من نتائجها انتشار الجرائم والعداوات والإحن والحروب والخلافات والاعتداءات، انتشار، سأذكر باختصار أحسن نظرا لضيق الوقت، انتشار الخوف والجرائم وقطع الطريق والسلب والنهب، انتشار القتل والهرج حتى لا يدري القاتل لما قتل والمقتول فيما قتل لما قتل، انتشار الجرائم الأخرى كالفواحش وسائر المعاصي، استغلال أعداء الإسلام وتسلطهم على المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى الأمم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ها هم أعداء الإسلام يتسلطون على المسلمين في كثير من بقاع المسلمين، يعيثون في الأرض فسادا، ولهم أذناب وأتباع ينفذون جرائمهم وينفذون مخططاتهم. من ذلك الجوع وعدم البركة وانتشار الرعب والفقر والإحن بسبب عدم وحدة الكلمة على دين الله سبحانه وتعالى. من ذلك انتشار الجهل وقلة العلم، مما يجعل الناس يتخبطون في ظلمات الجهل فيغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويفتري بعضهم على بعض. من ذلك انتشار الشائعات والخزعبلات والأكاذيب والأراجيف التي قد تنتج عنها حروب وتنتج عنها مصائب لا تحمد عقباها.